الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الليلة عاملة لكم صدور دجاج بطريقة مختلفة شوية وبسيطة جدا ولذيذة جدا. تعالوا نشوف الطريقة والمكونات شنو. جبت صدور دجاج قطعته مكعبات، غيرت شوية من العادي، قطعته على شكل مكعبات. استخدمت بهارات اللي هو بابريكا، بودرة ماجي، كمون، فلفل أسود، ملح، ومعاه شوية من الجنزبيل القرفة. هنا استخدمت بس ملعقة كبيرة من الزبادي، ملعقة واحدة بس كبيرة من الزبادي. نحن عاوزين الخليط يكون قوامه تقيل، وكل حبة من الدجاج أو كل قطعة من الدجاج يكون مشربة تماما من التتبيلة. هنا جيت استخدمت طحين، أي نوع طحين عندك، ويفضل إنك أنت تستخدمي طحين رقم واحد، ومعاه بقسماط من النوع الخشن. البقسماط في منه ناعم وفي منه خشن وفي منه وسط، أنا استخدمته هنا من النوع الخشن. جبت قطعة دجاج، كل قطعة من الدجاج غلفته تماما بالبقسماط والطحين لحد ما خلصت من الدجاج. هنا وريتكم الطريقة، لازم كل قطعة من الدجاج يتشرب تماما من الطحين مع البقسماط. وصفة بسيطة جدا ولذيذة، لذيذة جدا جدا، وطعمه يعني في نفس اللحظة. وكمان شوية تغيير من أنواع اللي بنعمله بصدور دجاج، من البانيه أو من دجاج المقرمش وكده. بعد ده هنحمره في زيت غزير حار جدا، لازم يكون حار. هنحمر كل قطعة دجاج، بعد ما أحمره هنجهز له صوص ظريف ولذيذ وبسيط وبيديه نكهة حلوة شديد. تعالوا أوريكم الدجاج بعد ما يتحمر، طلع عليه كيف مقرمش شديد من برا وطري جدا من جوا، وبيكون محافظ على قرمشته. يعني أطول مساء أطول يعني أطول زمن أنت بتتخيله بيكون محافظ عليه القرمشة. ده شكل الدجاج بعد ما حمرته، كأنه بابكورن دجاج. بعد ده هنجهز الدجاج، هنغسل الطوة تاني وارجعه ويكون فاضي يعني خالي من الزيت. هنا نزلت عليه بالصوص، حوريكم الصوص هو عبارة عن شنو. استخدمت صوص حار، اي صوص حار عندك، ومعاه كاتشب. الكاتشب فيه نكهات كثيرة بالثوم وما بعرف يعني نكهات كثيرة من الكاتشب، انا استخدمت بتاع الثوم. وكمان معاه معلقة بس من الصلصة تنزل عليه في الدجاج، ممكن تزيدي ملح او ممكن تزيد عليه فلفل اسود وبس، ما مطلوب منك اكتر من كده. الوصفة لذيذة جدا، بتمنى انكم تجربوه ويكون عجبكم. واذا انت لسه ما اشتركت في القناة ادعميني بالاشتراك، ومع السلامة.